أبو لما قبل شوي تضحك ضحكة اتفاق. لا لا لا، شر البلية ما يضحك. يعني أشكر الزميل محمد الشيخ أنه يتفق مع الجماهير في الهاشتاج، أنها قاعدة تقول نفس الجملة نفس الجملة تماما، فهو نفس الوزنية يعني. فلكن محمد العنزي لما تكلم عن نيشيمورا نفس كلامه عن الكابتن عبد الله العمري، لما قلت أنا ما أخذ مباراة مباراتين، أنا أخذ مسيرة. الكابتن نيشيمورا 2009 2010 هو أفضل حكم في اليابان، 2012 هو أفضل حكم في آسيا. تجي مباراة يخطئ خلاص أشيله كله ما لا لا لا. فنفس الكلام اللي قلته فيك عن عبد فيك أخوي محمد، أتشر على المباراة. طيب في 2014 كيف كان نيشيمورا أخوي محمد؟ ما تسألني يا أستاذ محمد، أنا موجود هنا ضيف زي زيك، هو من يسار. اوكي لا لحظه لحظه يكمل ابو لما. هذا شر البليت ما يضحك. الله يرضى عليك. لا قهقه زي ما قهقه زي ما تبغى، قهقه زي ما تبغى، قهقه قهقه، واذا ما تبغى انا قهقه عنك. انت شيخ القهقهين. ميزان النقد وميزان العداله. لا 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 يا محمد محمد محمد، عملية شوف فكر الجمهور، فكر الجمهور اطلع منه. ايش يقول؟ غير الجروب اللي انت فيه، غير الجروب اللي انت فيه. ما يخالف ما يخالف، احنا بنوصل في الاخير انه متفقين انه نيشيمورا اخطا ومدرب والحكم الصيني اليوم اخطا. نقفل هالموضوع ابو عبد الله بشكل سريع. فكر الجروبات ما شاطرتك، لو اجاب فكر الجروبات يا اخ محمد ما شاطرتك، لان بالفعل ما احدثه الحكم الصيني. هذا انت هذا انت كان جريمه. معليش الان 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 نفس الفكره نفس الفكره نفس الفكره. كمل ابو عبد الله. ابو عبد الله بشكل سريع ادخل الهاشتاج، ادخل الهاشتاج والحكم، ادخل الهاشتاج ولما. لحظه لحظه ابو لما، ارتقي شوي ابو لما. محمد العنزي شوي يا محمد. لحظه ابو لما انا اتكلم. لحظه ابو عبد الله قفل الموضوع بشكل. تعتقد انت حتمنع صوتي ان انا يوصل؟ حيوصل حبيبي محمد. لا لا ما قاطع، من الضعف انك انت تقاطعني. معليش محمد عفوا، بس ما قاطعك. خليني ضغطت. كمل جملتك، كمل جملتك ابو لما، واذا عندك رد بعطيك وقتك. استاذ محمد اكمل جملتي. تفضل. محمد الشيخ لما شاف هذا الموقف تجاه ممثل الوطن نادي النصر قال هذه جريمه تحكيميه. انا كنت فقط اطلب منك ان تقول عن نيشيمورا انه ما احدثه في 2014 أم الجرائم التحكيمية، بس ما قدرت. بس شكرا. لا 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 لا. الرد الأخير أبو لما. لن أبد. لا 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 أبدا. في نهاية الأمر جيب المباراة وخلنا نحللها تحكيميا. أنا أتحدث عن مسيرة حكم. لما سئلت عن الحكم أنا أتحدث عن مسيرة الحكم، ونفس الكلام في ذاك الوقت ذكرته إنه أفضل حكم في آسيا، نفس الكلام. فأنا محمد العنزي لا يمكن يتنصل عن كلام يقوله ولا ما بعده. صعبة قوية، صعبة قوية محمد. أنا أروح يمين ويسار. هي العالمية صعبة قوية، إلا بعد 20 سنة ممكن تصير سهلة. بعد 20 سنة كل مقتنع، كل واضح أن كل مقتنع بما يرى. وأبو منصور أشوفه من هناك قاعد. خلص من الجروب بس. أبو منصور إيش رأيك؟